معكم مشاهدينا في هذه المساحة الاستثنائية، وفي هذه المرة معنا سعادة النقيب مازن. أهلا ومرحبا بك، وأنا لاحظت قبل شوية كان في تكريم لك، إن دليل يدل على أنك أنت مهتم جدا بهذا النوع من الغناء الجميل جدا، غناء الحقيب. نعم، شاكر لك وشاكر لقناة الشروق الفضائية. وطبعا الفرقة اللي كانت مشاركة دي هي فرقة أولاد المكتبة، يعني تابع لنا لشعبة التوجيه والخدمات بقوات الدفاع الجوي. والعمل بتاع القامت به ده هو فن بتاع الغناء الشامي معروف للسودان كله، لكن في نفس الوقت كان صغلوا الموهبه بتاعتهم، الرعايه بتاعتهم كان تحت رايه شعبه التوجيه والخدمات عندنا في قوات الدفاع الجوي. انا داير اعرف انه شكل الشراكه ده يعني بدا بتين بينكم وبين نادي الغناء الشعبي، وكلمنا شويه برضو عن التكريم. هو يعني الشراكه دي هي قديمه، يعني قديمه الازل، يعني ما منحصره في الغناء الشعبي فقط، فاحتمال في كل اتحاد المهن الموسيقيه يعني بشتى الالوان الموسيقيه، اذا كان غناء حديث او غناء شعبي. يعني في كل وحدات القوات المسلحه بتهتم دائما بالمبدعين بتاعين هناي، مبدعين الغناء بشتى الظروف يعني. فعشان كده كان الليلة الفرقة بتاعتنا زي ما بيقولوا أولاد المكتب. أما بالنسبة للتكريم حقيقي هي كان مفاجأة ذات، أنا ما كنت متوقعها. نعم، الله يديك العافية، هي كان مفاجأة أنا ما كنت متوقعها صراحة من الشباب، وكان والله لفتة بارعة شديد وأدخلت السوق. تستاهل. كنت خيرك، الله يديك العافية. في ظل هذا الاهتمام وهذه الشراكة، خلينا نتكلم عن الرؤى المستقبلية لهذه الشراكات وكيف ممكن تدعم أغنية الحقيبة في السودان. والله هي حاليا احنا شغالين في طاقة تطوير، يعني بنطور ان شاء الله الفكره بتاعتهم هتعمم لكل الوحدات، ويعني احنا ما حنحصر الفكره هنا في الخرطوم، يعني على المدى البعيد حنمشي كل ولايات السودان حيغنوا نفس الغنى بتاعنا، الغنى الشعبي حنوصله بطريقه بتاعتنا احنا في الوحدات العسكريه الخاصه بنا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا لك وكثر خيرك، الله يديك العافيه. مشاهدينا مستمرين معاكم، حنستمع لاجمل الاغنيات، اغنيات الحقيبه خاصه من خلال هذه الامسيه على قناه الشروق، خليكم معنا.